بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا يا صديقي هارد لك على التعادل. هارد لك على التعادل عشان كان المفروض ان الافريقي يطلع كسبان. كان المفروض ان الافريقي الشوط الاول في عز ما هو افضل بكتير, وفي عز ما هو قادر ان هو يخلق خطوره, وفي عز ما هو بيضيع, وفي عز ما لعيبته بيخطئوا في التمرير, وفي عز ما لعيبته نوعا ما مش قادر تستغل حاله الضعف اللي في اتحاد الجردان, الافريقي لبس هدف في نهايه الشوط الاول. هدف عجيب, هدف غريب, بس الصراحه لازم ندي تحيه لحسام الحباسي. حطها حلو حسام الحباسي, حطها رايق يعني. حسام الحباسي حطها حلو في اول هجمه راحت على مرمى الافريقي, اول كره راحت على خط دفاع الافريقي دخل الجول. الافريقي حظه سيء, ولكن الافريقي ثاني وثالث ورابع قعدنا نقول الافريقي محتاج فيرويد, والافريقي محتاج حارس مرمى, الافريقي محتاج فيرويد, والافريقي محتاج حارس مرمى. بس برضو علشان نكون صريحين وعشان ارض ذمتي لوجه الله, الافريقي الباكات بتوعه ما بيلعبوش عرضيات تخدم الفيرويد. يعني الافريقي اصلا الباكات بتوعه ما بيعرفوش يلعبوا عرضيات. مع احترام الغيث الزعلوني ومع احترام الكبير لعزيز الجريسي او عزيز الغريسي, ما بيعرفوش يلعب عرضيات. قصه ان باك ما بيعرفش يلعب عرضيه دي مصيبه. والله بجد. لا المشكله انك تبص على غيث الزعلوني, غيث الزعلوني بينشن على الفيرويد وعايز يلعبها له, بس يعني الدقه بتاعت العرضيات بتاعته مش مساعده. اما بالنسبه لكابتن احمد خليل, فهو احمد خليل بكبيره كنت معاك الكره انك تحضر على الاطراف, لان احمد خليل بيستخبى في المنافسين. اي نعم الشوط الثاني الفرقه دخلت غرف الملابس, تحس ان الفرقه بقت افضل شويه وبقت نوعا ما قادره على ان هي تكون اخطر على المرمى, رغم ان هي كانت اخطر الشوط الاول, بس كانت خطوره يعني, كانت خطوره مش قادر ان انت تسجل هدف. الشوط الثاني ربنا كرمك وسجلت هدف عن طريق المتالق حمزه الخضراوي. حمزه عمل ماتش حلو قوي سواء الشوط الاول, كان بيحاول, ولكن الشوط الاول يحسب عليه ان هو كان بينزل تحت كتير وبيحاول يلعب عرضيات, بس انا اتصرفت برضه ضيع واحده الشوط الاول. بس انا اكتر كره استفزتني المعتز زمزمي بصاها غلط للاعيب زي بسام الصرافي, رايحين 5-3, المفروض ان باصه هتتلعب جول, عشان كده ساعات بنقول الاسيست ساعات بيكون هو الجول. للاسف لعبها له طويله والحارس قدر يمسكها بعد الهدف. الافريقي زي ما قلت لك الشوط الثاني نزل افضل ونزل قادر يسجل هدف, ولكن في عز ما الافريقي مسيطر, في عز ما الافريقي منتظر ان هو يخلص الجيم, وفي عز ما الافريقي ما بيدور على ان هو ينزل حمد العبيدي مكان كينجز ليدو, في عز ما بيتوني بيقرر ان هو محتاج يغير, لا نفسه يلبس جول. والله يا هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. افريقيا يفضل يهاجم 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 ويفضل شكله كويس ويروح وبيضيع, واول كره بتروح هتدفع وتخش جول. ايه يا جدعان في هتقول لي الكره بتاعت المعز حسن والمعز وضربه جزاء ومش الراجل رايح وسط اربعه واخدهم من نص الملعب. المعز ايه اللي احنا بنتكلم عليه؟ احنا كده بنلقح وخلاص. الراجل رايح وسط اربعه مفيش حد بيضغط عليه. معز ايه؟ احنا بنلبس اي حاجه للمعز. اي نعم ضربه الجزاء معز مش هيصدها, بس الكره قبلها في نص الملعب فين اللي بيضغط؟ طب فين اللي بيفكر يعمل فاول؟ الراجل اياد لاعب الفريق لاعب اتحاد الجردان خد سبرين, الكره خبطت سبق الاثنين مساكين حمزه وياسين بوعبيد وقدر ياخد منها ضربه جزاء. دخل حطها ياسين بقى 2-1. الافريقي حاول كتير ولكن الافريقي من غير كره ثابته من غير كره ثابته مش هيسجل. اوت. عزيز الجريسي قرر ان هو يلعبها طويله راحت لحمد العبيدي, حمدي فنشها حلوه قوي 2-2. يلا يا جدعان نسجل. لا معلش انا محتاجين كره ثابته. ادم جرب نزل بناخد كرات ثابته, غيث الصغير بيلعبها غلط. ايه ارحموا شويه, حرام اللي بيحصل ده. باكات ما بتعرفش تلعب عرضيات, صناع العاب ما بيعرفوش يباصوا. اقول لك ايه, هارد لك للافريقي على خساره النقطتين, بس صراحه الموضوع سيء قوي.